بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فاللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن يكن مرحبا إكثارها سرف فإنها فيكم ليست بإسراف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن ليلة هي خير من ألف شهر، عن ليلة تضاعف فيها الحسنات، عن ليلة تعلو فيها الدرجات، عن ليلة عظيمة جليلة هي أعظم الليالي، ألا وهي ليلة القدر. فيسعدني ويشرفني في هذه الأمسية الطيبة أن أستضيف ثلة من المشايخ الكرام حتى يحدثونا ويفيدونا في هذا الموضوع، ألا وهم فضيلة الشيخ محمود بن غزي. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا شيخ. وفضيلة الشيخ يوسف المطردي، حياكم الله شيخ. أهلا بك شيخ محمود. وفضيلة الشيخ خالد الشهيبي، حياكم الله شيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة والأمسية الطيبة المباركة، ولعلنا نشرع في هذه الحلقة في الكلام عن هذه الليلة الطيبة المباركة مع الشيخ محمود بن غزي. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن هذه الليلة بشكل مجمل، عن فضلها ليلة القدر. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك. نشهد أنه قال فصدق وحكم فعدل وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم، نفع الأمة وكشف الله به الغمة وأتى بخير ما أتى للعالمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اكتب ذلك لي ولإخوتي وأخواتي الحاضرين معي والمشاهدين عبر قناة التناصح المباركة، نسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. آمين. أما بعد، فإننا في ليلة يكفي قول الله سبحانه وتعالى فيها هي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ابتدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالتوكيد، إن أنزلناه أي القرآن الذي هو معروف في عقول المسلمين وقلوبهم وكينونة أرواحهم. نعم. معروف، لم يذكره صراحة ولكنه ذكر بالضمير الذي لا يدل إلا على هذا الكتاب الكريم الحكيم المبين. نعم. إنا أنزلناه لتمكنه ووقوعه في قلوب الناس المسلمين المؤمنين. أنزله الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، وكفى بها من منقبة ومن فضيلة ومن خصيصة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها هذا الكتاب الحكيم. قال العلماء أنزله جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث. نعم. وممكن أن نفهم الآية ومدلولها من ناحية أخرى، أنه ابتدأ نزوله في هذه الليلة المباركة. نعم. ونزل متتابعا بعد ذلك. والبدايات لها رونقها ولها خصوصيتها. نعم. ولذلك كثيرا ما نسمع في التعبير أول من فعل كذا، أول ما حدث كذا، أول وأول، سواء بالأشخاص القائمين بالعمل المقصود أو
في الزمان المحدد لبداية لهذه البدايات المتعارف عليها أو المتحدث فيها. فهذه بداية كتاب، بداية إنزال كتاب مبارك عظيم القدر، فهو الكتاب عظيم القدر والليلة عظيمة القدر وسميت بهذا الاسم. أنزل على نبي ورسول عظيم القدر، ولا أعظم قدرا ولا أعلى منزلة في البشرية وفي خلق الله إنسا وجنا وملائكة من هذا الرجل الكريم المبارك بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ونزل بواسطة ملك عظيم القدر وهو أمين الله على وحيه، جبريل الأمين العظيم الذي جاء في وصفه أن له 600 جناح لعظيم قدره وقوة شكله وهيئته. والله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم جل في علاه. فهذه الليلة هي خير من 1000 شهر، وإذا حسبت 1000 شهر على السنوات تكون المدة أكثر من 83 سنة. الله أكبر، ممكن بالتحديد 83 سنة و4 أشهر. الله أكبر. فليلة بهذا القدر وبهذه العظمة الحقيقة تستحق أن نغتنمها وأن نهيئ أنفسنا لها. فإذا كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما هو مشهور ومعروف، ونحن الحقيقة لن ندعي أننا سنأتي بجديد في هذا الأمر، ولكنه التذكر والتفكر والتدبر والذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جاء عنهم أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر ليبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله بعد انتهاء هذا الشهر 6 أشهر أن يتقبل منهم العمل في رمضان. إذا كانوا يستعدون ويفرحون ويغتنمون فرصة هذا الشهر، فلا شك أنهم على هذه الليلة هم أحرص وهم ألح في الدعاء وأقرب إلى الخضوع والخشوع والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة المعطاة من لدنه جل في علاه. ليلة عظيمة ينبغي أن ننسى فيها لعب الورق ولعب الكرة ومشاهدة التلفاز إلا في مثل هذه الكلمات الطيبات التي تدعو إلى الله، ونسأل الله أن يكتبنا في سجل الذاكرين والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، أن تجلس إلى قناة من القنوات مسموعة كانت أو مرئية أو في أي بأي وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال، تستمع إلى كلمة طيبة تدعوك إلى الله، هذا يحتسب من قيام هذه الليلة. أما أن تشاهد المسلسلات والأفلام والفوازير واللعب بأي شكل من أشكاله فإنها المفسدات. نعم نعم، والمثبطات كذلك. فهذه الحقيقة ليس وقت وليس لها وقت أصلا في حياة المسلم. هذه الليلة ينبغي أن ننسى فيها اللعب وأن ننسى فيها الهزل وأن ننسى فيها حتى كثرة الأكل، لأن ما يجتمع عليه واعتاده المسلمون جميعا اللقاء والاجتماع على موائد الطعام والشراب، وليتهم يستحضرون سنة السحور في هذا الأمر، إنما هو كثيرا ما يغلب، وأنا لست من المتشائمين حقيقة، ولكنه التذكير كما ذكرت، لو استحضروا سنة السحور والحرص عليه لكان فيه ما فيه من الأجر، ولكن الغالب على الحال أنه قتل للوقت وتضييع وإسراف في السهر وفي ضياع الأوقات هذه المباركة، هذه الليالي العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عموما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة خير من 1000 شهر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمود بوغزي. ننتقل للشيخ يوسف المطردي، ولعلك تحدثنا شيخنا عن وقفات في سورة القدر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل في شأن هذه الليلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. كما ذكر الشيخ محمود هنا إن أنزلناه أي القرآن الكريم. والقدر قيل معنى القدر هنا، وليلة القدر سميت بذلك قيل لأنها ليلة عظيمة، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وقيل سميت بليلة القدر لأن أقدار الخلائق تقدر في تلك الليلة لعام قادم. وقيل سميت بليلة القدر لأن الإنسان إذا وفق فيها وعبد الله فيها وكان من المقبولين فيها أصبح وصار ذا قدر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الليلة عظيمة، وأعاد الله سبحانه وتعالى بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر في الآية الثانية، ثم ذكر الله تفسيرا ومعنى يوضح قيمتها ومكانتها وعظم تلك الليلة، فقال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. جاء في تفسير القرطبي رحمه الله، وهو من علماء المالكية من الذين فسروا القرآن الكريم، ذكر أن هناك أربعة من عباد بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة، في تلك العبادة ما عصوا الله فيها طرفة عين، فعظم أمر عبادتهم عند الصحابة رضوان الله عليهم، فأنزل الله تكريما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولعظم شأن محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. بعبادتك أيها المسلم وأيتها المسلمة في تلك الليلة ستكون قد أضفت إلى رصيد عمرك الزمني أكثر من 80 سنة. فإذا ما وفقت فيها لعدد من الركعات، وأنفقت فيها عددا من الدنانير، وتصدقت فيها بالأموال وبالكلمة الطيبة، وواصلت الرحم وفعلت الخير فيها، سيضاعف ذلك العمل في تلك الليلة ويحسب كأنه عمل لمدة تزيد عن 80 سنة. فهذا شرف عظيم ومكانة عظيمة. لذا النبي لما ذكر عن قيام رمضان ذكر أن قيام رمضان من أوله إلى آخر ليلة فيه سوف تحصل على أجر عظيم، وهو مغفرة لما تقدم من ذنبك. فقال كما جاء في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخصص ليلة القدر من سائر ليالي رمضان بأن قيامها تحديدا إذا وفق العبد إليها نال تلك المغفرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء ما يعني يوضح هذا الأمر، وأن هذه الليلة أعطيت إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم السابقة، فكانوا يعمرون طويلا مئات السنين، كما قال الله عن نوح عليه السلام: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فتقاصر النبي أعمار أمته أمام أعمار الأمم السابقة، فأنزل الله عليه هذه السورة تبشيرا بأن هناك بركة في رمضان إذا وفق العبد إليها سوف يزيد في عمره الذي يحياه في هذه الدنيا سنين طويلة، خاصة إذا عمرها بالذكر والخير والصلاة. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم ذكر الله أيضا لما ذكر أن هذه الليلة تساوي عدد هذه السنوات، ذكر أيضا أن هذه الليلة تنزل فيها خلائق عظمها الله وأكرمها وأعلى من قدرها، فقال الله عز وجل: تنزل الملائكة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالملائكة تنزل في تلك الليلة، وقيل كما جاء في تفسير القرطبي وغيره أن سبب النزول أنهم يؤمنون على دعاء المسلمين، فذكرت الملائكة عموما وذكر جبريل عليه السلام خصوصا، فقال الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقيل في معنى سلام هي حتى مطلع الفجر أن الشيطان لا يستطيع أن يفعل فيها ما يؤذي المسلمين، لأن كما نعلم لعل سائل يسأل فيقول أليست الشياطين مصفدة في رمضان؟ فأهل العلم قد اختلفوا أصلا في تفسير هذا الحديث، فمنهم من قال كل الشياطين تصفد، ومنهم من قال الشياطين يعني التي تصفد هي مردتهم، أما سائر الشياطين فهي يعني تفعل ما تفعل من سائر أعمالها من إغواء بني آدم. ففي تلك الليلة يحفظ الله المسلمين من شر الشياطين، ثم تنتهي تلك الليلة المباركة بصلاة الفجر، كما قال أحد الصالحين من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة فقد أخذ حظه من ليلة القدر. نعم نعم، بارك الله فيك شيخ يوسف المطردي. ننتقل للشيخ خالد الشهيبي، ولعلك تحدثنا شيخنا بارك الله فيك بعد ما أكمل الشيخ عن وقفات في سورة القدر، لعلك تحدثنا عن وقفات في الليلة في ذاتها يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، التحية والتبريك لنبينا محمد، والشوق والاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أخي الفاضل والسادة المشايخ والمشاهدين الكرام والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، الحديث عن ليلة القدر، وهي من اسمها ليلة القدر، رفع الله من قدرها وشأنها، أن تخصص هذه الأمة المحمدية بليلة مثل هذه الليلة فهي نعمة ما بعدها نعمة. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إن كنا منذرين، إن كنا منذرين، بارك الله فيك شيخ. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا منزلين، إن كنا مرسلين، إن كنا مرسلين. نعم، الآيات تداخلت، جزاك الله خير شيخ. فسبحان الله يا أخي الكريم، كما ذكر الشيخ بارك الله فيه أن في هذه الليلة يفرق فيها ويكتب آجال ما أو الأحداث التي تحدث في العام الذي يليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذه الأمة المحمدية في هذه الليلة المباركة العزة والشرف والمكانة والرفعة بين الأمم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا. آمين. نقف وقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا عمل، تصديق، اجتهاد، أن تأتي وأن تقوم وتتحرى هذه الليلة المباركة، وأنت ترجو من الله تعالى أن يجعلك من قوافل الفائزين في هذه الليلة المباركة وممن وفق لقيام هذه الليلة المباركة، واحتسابا تحتسب أجرك على الله، تحتسب النصب والتعب الوقوف بين يدي الله في قيامك، في تلاوتك لكتاب الله، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، في أنواع الطاعات والعمل الصالح الذي
الذي تجتهد فيه في هذه الليلة المباركة وتتحتسب الأجر على الله سبحانه وحده، لا على الناس ولا على غير الناس، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي الجائزة العظيمة من شيخنا أن تكون ممن وفقه الله سبحانه وتعالى. أخي المبارك وأختي المباركة، أن تكون ممن وفقه الله عز وجل لقيام هذه الليلة. هنالك أناس يحرموا والعياذ بالله من الوقوف في هذه الليلة. إياك أيها المبارك أن يراك الله وأنت تعصيه في هذه الليلة، فهو وربي الحرمان بعينه. أن تكون ممن يقوم هذه الليلة تجتهد في الطاعة، تجتهد في العبادة، تجتهد في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنكف على نفسك وتتذكر ضعفك وتذللك وتقصيرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. اعصر هذا القلب لتخرج هذه الدمعة فتسيل على الخد، ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المقبولين. أخي الكريم، لهذه الليلة علامات، وإن كانت وردت فيها بعض العلامات وإن كانت ضعفت، ولكن نعلم جميع المشايخ يعلمون أن الحديث الضعيف يؤخذ بفضائل الأعمال، أن لهذه الليلة سكون ليست بالباردة ولا بالحارة، يعتدل الجو فيها، واعتدل الجو، نعم بارك الله فيك شيخ، لا يسمع فيها صوت لنهيق الحمار أجلكم الله وأجل الله سمع المشاهدين، ولا لنبواح الكلاب، كذلك لا تكن فيها من الخصومة، وإن كان هذا شيء يعني مما ضعف، كذلك والذي صح أن الشمس إذا أشرقت تشرق ولا خيوط لها، وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشو عافية. خرج مرة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أصحابه عن ليلة القدر، فبينما هو خارج ليخبرهم فإذا باثنان يتخاصمون، فنسيها صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في واحدة تبقى، يعني ليلة، ويقول صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر الأخير من العشر، نعم الوتر الأخير من العشر، عشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. ورد أن الصحابة حدثوا أنها تنتقل، أن ليلة القدر تنتقل من 27 كل ليلة، وهي في الأوتار، أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة عبر السنين. نعم بارك الله فيك شيخ. منهم من قال قد التمسناها في 27، وهو الغالب من أقوال العلماء والجمهور، ومنهم من قال التمسناها كانت ليلة 25، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال 21، ومنهم من قال آخر ليلة، ليلة الوتر اللي هي 29. نعم. إذا ما تيقنت وعلمت أنك قد تكون هي هذه الليلة أو في ليالي الوتر، ما هو الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله أرأيتني أدركتها أي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونحن نسأل الله تعالى الكريم بمنه وكرمه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. فهذا الدعاء الذي ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما وغير ذلك من الأدعية فهو مأثور وهو المرغوب،
وباب الدعاء مفتوح مشايخنا وأنتم تعلمون، ولكن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد يا رعاك الله بهذه الليلة أن تجتهد بهذا الدعاء المبارك. أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه وكرمه أن يجعلنا ممن ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر، إنه ولي ذلك والقادر. آمين. نعم. بارك الله فيك شيخ خالد، جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، لعلنا نخرج إلى فاصل قصير، فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم، فابقوا معنا. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، والعود محمود بإذن الله تعالى، ولازلنا متواصلين معكم عبر نفس موضوعنا قبل هذا الفاصل القصير، وهو شرف هذه الليلة العظيمة ومكانتها في شريعتنا السمحاء، ألا وهي ليلة القدر. ولعلنا نستأنف الكلام عن فضل القرآن وحال المسلم مع القرآن، لعلك تحدثنا شيخ محمود بارك الله فيك. وكما نعلم جميعا أن هذا القرآن أنزل في ليلة القدر، لعلك تحدثنا عن حال المسلم مع القرآن. نعم، هي ليلة تاريخية الحقيقة بكل معنى الكلمة، تاريخية متجددة، هي ليلة القرآن. وكما ذكر أخوتنا المشايخ وذكرنا جميعا أنها شرفت بهذا الأمر، وهو نزول القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى بحكمته وعظمته وإرادته المطلقة، فعال لما يريد ويحكم ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الأوقات على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الخلق على بعض، حتى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال ليلة القدر خير من ألف شهر، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وهكذا هي التي يعرفها إخوتنا وأخواتنا إرادة الله سبحانه وتعالى في تفضيل ما شاء ومن شاء من خلقه على ما شاء ومن شاء من جنسهم. ليلة القرآن، والقرآن عظيم القدر، وهو الذي جعله الله المعجزة الباقية على مر الزمان لإثبات وللدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء أعطوا ما مثله آمن عليه البشر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإنما كان الذي أعطيته قرآنا أو معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا القرآن ليكون معجزته الخالدة الباهرة المعجزة لأساطين الفصاحة والبلاغة الذين هم العرب كما هو معروف. إنما أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه، قال ومن رغب عن سنتي فليس منه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وعلمه الله سبحانه وتعالى من ما لم يكن يعلم. و هذا القرآن العظيم ينبغي أن نحرص على العمل به، ونحرص على قراءته وتدبره وتلاوته ونشره بين الناس، وتحكيمه في أحوالنا في السلم وفي الحرب وفي
الخصومات وفي كل الأمور، نعم. أن نأخذ به منهاجا وطريقا يصل بنا إلى بر النجاة دون أدنى شك، نعم. ولذلك ولعظمة هذا القرآن أخبر الله عنه أنه قول ثقيل، فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك جاء بالأسانيد الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي وهو هذا القرآن العظيم تعتريه حالة، يعني يعرفه صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه يوحى إليه، ولذلك يقولون بعد انتهاء الوحي فسري عنه، فسري يعني تركته وتغيرت هذه الحالة التي كان عليها وقت نزول الوحي. وذكر بعض الصحابة في الأثار والأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رجله على رجله فيقول ويصف كادت تدوب وتسحن وتسحق رجل الصحابي لثقل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نزل عليها من هذا القول الثقيل. ولهذا الأمر ولعظمته كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على قراءة القرآن ويريد أن يسمعه من غيره، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فتعجب الصحابي عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود وقال أقرأ عليك وعليك أنزل، يتعجب يعني أنت تحتاج يا رسول الله من يقرأ عليك القرآن وأنت رسول القرآن وأنت من أكرمت بالقرآن وأنت من تتقن قراءة القرآن، وما أحلى القرآن من نبي القرآن عليه الصلاة والسلام. فقال أحب أن أسمعه من غيري، وهذه أهديها لأهل القرآن ومشايخ القرآن والمحفظين، نعم. أن يكثروا سماع طلبتهم وسماع أولادهم وسماع تلاميذهم وسماع حتى أصحابهم، يعني لا يستنكف أحدنا ولا يشمئز من أن يسمع القرآن من إخوته القراء والمقرئين، هذه قد نكون نغفل عنها كثيرا، نلتقي فلا يقرأ أحدنا على أحد، ممكن كل واحد وطلبته وكل واحد كذا، لكن على بعضنا يقل هذه العبادة تقل بيننا، صحيح. فأنصح نفسي أولا وإخوتي أن نكثر منها، أن يكون أحد نحن محسوبين من أهل القرآن، لنسأل الله أن نكون ممن قال الله فيهم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أن نكثر أن يكون حديثنا حول القرآن وأن يسمع بعضنا بعضا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته أن يقرئهم وهو الذي علمه القرآن وأن يسمعه منهم، فتعجب هذا الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك. وقال عبد الله بن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وذرف الدموع، يعني غزارتها ويعني كثرتها ويعني خشوع القلب ويعني خضوع الروح ويعني تدبر القرآن ويعني استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في التذكير وفي الدعوة جاء عن قول السلف والحكماء لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فعظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في كتابه وفي آياته المتلوة وهو القرآن وفي آياته الكونية وفي آياته التي هي العبر والعظات وفي تلمس مواطن الرحمة ومواطن الخير، والله سبحانه وتعالى غفور ورحيم وودود وكريم ولا سيما في هذه الأوقات الطيبات المباركات. فعلينا أن نغتنم هذه الليلة وأن نتدبر القرآن وأن نتعاهد القرآن وأن نتأدب مع القرآن وأن نحكم القرآن، نعم. فما قيمة أن يكون القرآن في المصاحف وفي لوحات الزينة التي تزين الجدران ولا يوجد في دساتيرنا وفي محاكمنا، نعم. وفي قضائنا وفي تعليمنا وفي مدارسنا وفي مصارفنا. ينبغي أن نحكم القرآن وأن نأتمر بأمر القرآن وأن نعيش القرآن وأن نتدبر القرآن، فإن الحكمة العليا
والعظمى من القرآن هي التدبر والتأثر به. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ محمود. لعلي أنتقل للشيخ يوسف بعدما أجاد وفاة الشيخ محمود في حال المسلم وكيف يجب مع القرآن، وكما هو معروف وذكرنا أنه أنزل في ليلة القدر، لعلك الشيخ تحدثنا عن وقت ليلة القدر بشكل من التفصيل يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ محمود، ذكر بحال القرآن خاصة في تلك الليلة، ولعلي يعني أستدرك على ما قال الشيخ بارك الله فيه. في أن القرآن هذا أنزل كما في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر، فحري بالمسلم أن يكثر من الشيء الذي أنزله الله في الليالي الأواخر من رمضان بغية أن يدرك القراءة بكثرة في تلك الليلة المباركة. فنحن نعلم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: أن من خير الناس صاحب تعلم القرآن ومن يعلم القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان عليه أن يغتنم كما ذكر الشيخ هذه الليالي المباركة وهذه الليلة المباركة بكثرة تلاوة القرآن الكريم. أما بخصوص ليلة القدر فتحديدها اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا على أكثر من 10 أقوال. فمنهم من قال أنها رفعت أصلا، بأن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف لكن هو موجود. وهناك من يقول بأنها تنتقل على طول السنة، ليست في رمضان، فلربما تأتي في شهر من في غير رمضان. ولذا قال أحد الصحابة: من قام العام فقد أدرك ليلة القدر. يعني إذا قمت الليل في طول العام ما بعد العشاء، صليت بعض الركعات طول العام، فقد أصبت ليلة القدر يقينا جزما. وهناك من قال بأنها ليلة النصف من شعبان، وهناك من قال بأنها 17 من رمضان في يوم غزوة بدر. والأقوال القوية جدا التي تقول بأنها في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ثم يأتي الترجيح بكثرة بأنها ليلة 27 من رمضان. وهذا ما جاء في صحيح مسلم، وأيضا تؤيده رواية جاءت في مسند الإمام أحمد أن رجلا شيخا كبيرا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير طاعن في السن، فأخبرني بليلة قد تكون هي ليلة القدر لعلي أغتنمها. يغتنم تلك الليلة، هو رجل كبير لا طاقة له بكثرة العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي ليلة 27. فأغلب الأحاديث وأكثرها وأصحها تصب في هذا الباب، وهي أنها ليلة 27. لكن هنا أمر يجعل المسلم يجتهد في العشر الأواخر عموما، لأن كما نعلم أننا الآن في دولنا الإسلامية هناك بعض البلدان يبدأ فيها رمضان مخالف عن دول أخرى. فما هو وتر عندك شفع عند غيرك، وما هو وتر عند غيرك شفع عندك، فماذا تفعل؟ أنت الآن أمام فرصة عظيمة. لو قيل لك هناك 10 صناديق أمامك، في كل صندوق $1,000,000، سوف تجتهد أن تفتح كل هذه الصناديق ولو تعبت فيها أشد التعب، لأنك ترى أمامك هدفا محددا واضحا. هي 10 صناديق، تقول: أنا إن تعبت فسوف أتعب على 10 صناديق فقط. هكذا هي ليلة القدر 10 أيام، متى ما دخلت ليلة 20 اجتهد واحرص على أن تكون من المغرب إلى الفجر قد جعلت جزءا من وقتك وحياتك هو على فعل الخير، لتضمن بإذن الله عز وجل أن جعلت في رصيد خزائنك التي سوف تقرأها يوم القيامة. اقرأ كتابك، سوف تقرأ أفعالك الطيبة فتجد أنك وضعت خيرا وضعفت حسناتك. للأسف الشديد بعض الناس اليوم
خاصة يعني مع وجود هذه صفحات التواصل تجد أن هناك ساعات كثيرة خاصة في رمضان كما يعني يحدث الآن، ساعات كثيرة يقضيها على هذه الصفحات ويخسر على نفسه التي سوف تحاسبه يوم القيامة، والتي إن فعل الخير نجاها من النار وأسعدها في الدنيا والآخرة، يخسر على نفسه أن يتعب بعض الوقت حتى ينجو بنفسه ويسعد في الدنيا والآخرة. لأن القرآن إن عملت به وقرأته وتلوته وتدبرته فقد نلت الراحة والهناء. فهذه العبادة ليست للشقاء، كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن والعبادة ليست للشقاء، بل هي لذة الدنيا وراحة الآخرة. فإذا ما تلوت وقرأت وعبدت الله عز وجل فزت وكنت من الفائزين. بالمناسبة، على ذكر ليلة القدر وتحديدها، نعم، وتحديد ساعتها ولحظتها، النبي أراد أن يخبر الصحابة كما ذكر الشيخ خالد، كما جاء في صحيح البخاري، النبي أراد أن يخبر بها، يعني يخبر أمته بهذه المكرمة العظيمة تحديدا. فخرج النبي فتلاحى، كما يقول راوي الحديث، فتلاحى فلان وفلان. فلما النبي وقف عليهم قال: أردت أن أخبركم بليلة القدر فأنسيتها الحديث. فيقول ابن بطال رحمه الله، وهو من علماء المالكية وغيره معلقين على هذا الحديث كلاما ما معناه: تأملوا شؤم الخلاف. لما دب الخلاف بين اثنين من الصحابة، النبي أنسي ليلة القدر، رفع بركة علم ليلة القدر بسبب خلاف اثنين يعني من الصحابة. فتأمل الآن واقعنا اليوم، ليس خلاف بالكلمات، اليوم الخلاف بالمدافع والرشاشات والقذائف والحروب الطاحنة. الله، نعم، حتى بالطائرات، نعم، جوا وبرا. فيعني سبحان الله، بالله عليك، ونسأل أنفسنا أين البركة؟ البركة بالتأكيد سترتفع. نحن الآن نتقاتل ونسب بعضنا ونشتم بعضنا ونتقاتل ونتناحر، فما نعيشه اليوم من قلة البركة وهذا الضيق هو بسبب حروبنا وخلافاتنا التي للأسف الشديد وصلت حتى إلى خير بقاع الأرض. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال أن هذا المسجد هو بيت الأتقياء. قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. بعض المساجد للأسف الشديد تجعل وتؤسس للخلاف منهجا ودستورا في خطب الجمعة، فتجد السب والشتم وإثارة النزاع والخلاف بين المسلمين. وهذا ما سنراه في الأيام القادمة عند الكلام عن زكاة الفطر وما إلى ذلك. فيعني الإنسان إذا أراد أن يفعل الخير بنفسه، عليه أن يذكر نفسه بفضل هذه الليالي، ويفعل الخير ما استطاع في هذه الليالي، ويحاول أن يزرع على لسانه الكلمات الطيبة التي تؤلف القلوب، لأنها سوف تجمع وسوف تجلب الخير بإذن الله تعالى. نعم، بارك الله فيك شيخ يوسف. أنتقل سريعا الشيخ خالد، ولعلك تحدثنا يا شيخ عن حال السلف والصحابة رضوان الله عليهم في هذه الليلة، وكيف يكون الإنسان اغتنام الفرصة في هذه الليلة المباركة. نعم، بارك الله فيك شيخ، لكن استدركني الحقيقة المشايخ الكرام بارك الله فيهم لم يتركوا لي شيئا أقوله، فقد كفوا ووفوا جزاهم الله خير، وقد أبلوا بناء حسنا. لكن استدراك بسيط أخي الكريم، لأن شهر القرآن وشهر رمضان هذا شهر القرآن، يعني حقيقة استوقفتني قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأمة القرآن تهجر قرآنها وتهجر كتابها، كما ذكر الشيخ بارك الله فيه، تهجر العمل به والاحتكام إليه، تهجر سماعه وتلاوته، تهجر كتابته. فأمة تميزت عن سائر الأمم بأنها أمة الوسط وأمة القرآن،
نعلم جيدا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فعندما نرى كثير من الناس شغلهم الشاغل القيل والقال، شغلهم الشاغل كثرة السؤال، شغلهم الشاغل إضاعة المال واكتساب المال من حله أو حتى من غير حله، حقيقة أمة كتابها القرآن، أن تبتعد عن هذا الكتاب فوالله إنه سبب النكسات وسبب الهزائم وسبب الضيق والضنك التي تمر بها هذه الأمة، وهو تركها لهذا لكتاب الله جل في علاه. حقيقة أخي الكريم، حال السلف الصالح رضوان الله عليهم وحال الصحابة مع ليالي القيام، أذكر أحد السلف عندما دخلت عليه أخته وهو في فراش الموت فبكت، قال ولم تبكين؟ فإن أخاك ختم في تلك الزاوية 19 ختمة. يعني كانوا السلف الصالح يتنافسون في ختم القرآن في ليالي رمضان. معاذ بن جبل عندما حضرته المنية وحضرته الوفاء بكى، قال لم أبكي على فراق الدنيا لملذاتها، وإنما لصيام الهواجر وقيام الليل، كان بل ننظر إلى قدوتهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله ارفق بنفسك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. فحال السلف الصالح مع القيام في رمضان وفي غير رمضان حقيقة شيخ، يعني كانوا يجعلون الليل للملك الديان، ويجعلون النهار للناس وللتكسب، فكانوا يجتهدون بقدر كبير، حتى إن روي عن بعض السلف أنه إذا دخل رمضان لم يقدروا عليه من شدة تهجده وعبادته وتفرغه لله سبحانه وتعالى، ومن شدة تطويع نفسه وقلبه وانقياده في الطاعة وفي العبادة. يعني حقيقة السلف الصالح يعني لهم قصص كثيرة شيخنا. يعني نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح حالنا مع القرآن، وأن يصلح حالنا مع الصيام ومع القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شيخ محمود، نعم شيخنا، على ذكر العشر الأواخر، نعم، يعني تحت عموما وليلة القدر خصوصا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حرصه أن يغتنم العشر الأواخر، وهو من هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء في الصحيح أن عائشة قالت كان النبي إذا دخلت عليه العشر شد مئزره، نعم، وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أن ليل النبي حتى في سائر العام عبادة وذكر لله، لكن تخصيص العشر الأواخر بكثرة العبادة يدل على حرص النبي صلى الله أن يظفر بوقت ليلة القدر. نعم. جاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي أن عائشة تقول فإذا دخلت 24 لم يذق غمضة. فهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام العشر الأواخر. هذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يكون حال من لا يعرف نفسه أفي جنة أم في نار والعياذ بالله؟ فالإنسان يجتهد ويفعل ويأخذ بالأسباب لينال السعادة، بل سبحان الله هو هذا صيام رمضان عموما واغتنامه جاء في مسند الإمام أحمد حديث، يعني وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكن معنى الحديث أن النبي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من صحح هذا الحديث قال وما تأخر على أي محمل تحمل؟ قال تحمل على أنك إذا قبلت في رمضان وكنت من المقبولين فإنك توفق بعد رمضان لفعل الخير وتعصم من الزلل، فإذا ما وقعت في زلة
كنت من المسرعين للتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أمامه فرصة عظيمة لكي يتبدل حاله. نعم. ذكرني هذا الكلام فضل الشيخ يوسف. أنه لابد أن نذكر أنفسنا وإخوتنا وأخواتنا إلى أن يزيدوا في الطاعة كلما تمكنوا في رمضان. ويعكسوا هذه الصورة المعروفة في مساجدنا، أنهم في الليالي الأولى يأتون إلى المساجد برغبة وبشوق وحنين، ثم يضمحل العدد شيئا فشيئا إلى أن يكون أعداد محدودة في آخر الشهر. ونحن وإن كنا في الليلة 27 من هذا الشهر المبارك، نسأل الله أن يجعلها ليلة خير وبركة، ينبغي ألا نيأس من آخر الشهر، وأن يكون وهذا الأمر اللي يقاس على حديث صحيح كما تعرفون في شهر شعبان تعليله لكثرة الصيام، عندما قال شهر يغفل الناس عنه، يغفل غفلة الناس دي لا تعد مبررا للمؤمن الحصيف العقل والرشيد والمهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى. لا تكون مبرر يقول لا الناس كل يدركش بنطلع غرانية مثلا خالف، لا، غفلة الناس لما تعرفها أنت من زاوية هذه تدل توقظك وتجعلك تكون أنت حريصا وعلى عكس الصورة التي هم عليها. فعندما يغفل الناس على شيء ويحرص الآخرون عليه يكون فضلهم أكثر من غيرهم. ولذلك كما في الحديث الصحيح الذي أشار إليه وذكر الشيخ يوسف، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. وشد المئزر شيء يعني هو أمرين، تشمير في الطاعة، وهذا العمل عن المتبادر القريب، تشمير في الطاعة والزيادة، أو ترك النساء واعتزال. شد المئزر يعني ترك النساء، وهو مباح وحلال، ولكن دليل على زيادة حرص. شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظهم لا لعمل حلويات العيد ولا لأمور أخرى، إنما للطاعة وللعبادة وللخير. وأذكر بقول الحكيم والناصح، وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر. يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا من الدنيا قريبا من القبر. فهذه موعظة طيبة ينبغي أن نأخذ بها، ونحن كما نذكر ونعترف أننا لم نأتي بجديد، ولكنه التذكير بالتفكير. وهذا مطلوب منا، أن نتناصح وأن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، فإن الله لعن بني إسرائيل وجعل سبب لعنتهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله والعياذ بالله. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويعيننا عليه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويعيننا عليه، إنه ولي ذلك القادر. هناك شيخ مسألة أخرى مهمة، الشيخ محمود والشيخ يوسف. سريعا شيخ. نعم، وهي مسألة مهمة جدا على 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 كل مسلم، مسألة الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى سيوفقك في هذه الليلة إذا ما تيقنت ووقفت بين يدي الله. لا تكن يائسا أن الله لا يغفر لك مهما كانت ذنوبك ومهما كانت عيوبك وأخطاؤك، ثق وتأكد أن الله عند حسن ظن عبده. فإذا ما أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى فأنت بإذن الله من الرابحين، من الفائزين. فإياك إياك أيها المبارك وأيتها المباركة أن تقول أن الله لا يغفر لي، أن ذنوبي كثرت وذنوبي عظمت. لا لا، انتبه، وإنما احسن الظن وقل وتوجه بقلب صادق إلى الله سبحانه وتعالى، وتيقن وكن على يقين أن الله سيجعلك من المقبولين الفائزين بإذن الله. نعم، بارك الله فيك الشيخ خالد، وبارك الله في الشيخ محمود بغزي والشيخ يوسف المطلدي على ما تفضلوا فيه به. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في هذه الليالي المباركة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.